فهمت هلا شو اللي جابنا بهالليل يا أخراس؟ أنا فهمت من وقت طويل، وقت نحن منحكي بتصير مشكلة بعدين. وقفوا تاكسي ورجعوا فيه. يلا طيب ماشي. طيب ماشي. على مهلا تعال. إسراء؟ إسراء أنا نسيت مفتاحي جوات الغرفة، ممكن لو سمحتي تطلبي لي مفتاح إضافي من الاستعلامات؟ طبعاً طبعاً رح أحكي معه. شكراً. لحظة. موبايلي كمان مو معي. مساء الخير، ممكن تطلع لي بطاقة غرفة الست أصلي رقم 106؟ شكراً كتير، مشي الحال. شكراً إلك إسراء. ولا يهمك. جيهان مساء الخير، بتمنى ما أكون أزعجتك. لا أنا فايقة ما كنت نايمة. خطر لي جيب لك فوندو سخن، بيقولوا إنه بيروح الاكتئاب، ما بعرف جربي. شكراً لفتة لطيفة منك، بس أنا تعبانة شوي وبدي نام. نص ساعة مو كتير، ليكي هاي شوكولا سويسرية. أنا متأكدة إنها طيبة. شكراً. طيب ماشي، تصبح على خير. وأنت بخير. يا صاحب الفندق. ما حدا طلب منك تجيب الفندق لهون يا حيوان. ليش مين انت؟ انت موجوع مو هيك؟ ايه شوي. طبيعي اخوك لازم تزعل، لانه ما بدك اياه يزعل. مع إنه الكبير ما بقدر خليه يعمل اللي بده إياه. ما في علاقة لهالشي بالسن يا جيت، يعني يا ريت كان في شي طريقة نقدر نخفف فيها من وجع الناس يلي منحبهم. لو كان طالع بإيدنا يا ريت نقدر نفهمهم. ليك هي أنا مثلاً أصغر مريض، عم قول لحالي يا ريت كون أنا المريضة مو هو المريض، مشان ما يتعب ولا تطلع حرارته ولا يسعل، وأنا يلي بالفرش يكون بداله. بظن كان عمري 6 سنين، مرة كنت عم ألعب مع أولاد الحارة لعبة التسع حجارة. كمل. في ولد اسمه مصطفى سرق الحجار تبعي. أنا زعلت، كان أخي واقف جنبي عم يشجعني أضرب الحجر ويعلمني كيف ويقلي برافو عليك هيك تمام. بعدها بلش مصطفى يتمادى كتير ويقلوا لأخي أنت محتال من هالحكي هاد، وصار يعلي صوته شوي وبلش الضرب بالإيدين. أخي رمى مصطفى على الأرض بدفشة صغيرة، كل ما أخي يضرب مصطفى يصرخ. بعدين انضم موستي، ما في يغلب فرهاد اصلا، وجاب حجر كبير من الارض وضربه على راسه لاخي وبلش الدم يطلع من راسه. انت شو عم بتقول راس فرهاد طلع منه الدم؟ كتير غريب. تعرف مستي طلع ولد شجاع كتير. اخي كان بالارض عم ينزف، الاولاد البقايا هربوا وخافوا
وموسي واقف كان كتير ضخم، بس وقت شفت أخي بهالحالة وكله دم صرت مثل المجنون وقلت له ما حدا بيعمل هيك بأخي، وأخذت حجر من الأرض وضربته على راس موستي. ولا ما طلعت سهل أنت كمان؟ كنا أخوات، كنا صغار وما منخاف. خد حبيبي كل هالقطعة